بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، يتجدد اللقاء بحضراتكم والترحيب مع انطلاقة أشواطنا في هذا المساء الجميل الذي ينطلق في تحفة الميادين في المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج مع انطلاقة الأصالة ومع انطلاقة ذلل أصحاب السمو الشيوخ الذي تندفع حاملة كذلك ناموس والتحديات بهذه الشعارات الذي تشكلت في ألوانها لتزين الميدان على ظهور الأصايل بهذا الانطلاق. انطلق الشوط الخامس في انطلاقات هذا المساء، والشوط الخامس مع الحول المحليات الأصايل تتقدمهن بعد الانطلاق وتقود هذا السرب وهذا السيل من الأصايل والمشاركات. يا سلام الحذرة، الحذرة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي تقود المشاركات، تليها في المركز الثاني رهان. رهان مشاهدينا الأعزاء مع شعار هجن العاصفة وانطلاقات في هذا المساء مع هجن أصحاب السمو الشيوخ. الاستعدادات وأكثر من منتصف الموسم وصلنا له لنرى وتكشف الأمور بعضها مع هذه الانطلاقات وتبان بعض الأوراق في هذا المساء الجميل. والاستعدادات يا سلام، السيطرة لا زالت الحذر مشاهدينا متابعينا الكرام، الحذر لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم، ولكن شوف رهان مشاهدينا الأعزاء انطلقت مع العاصفة وهجنها، يبدأ السباق وينتهي فزاع قابض رسنها. الله يا رهان مشاهدينا الأعزاء، تقدم العرض الفنان، تقدم في الميدان بكل ما هو جميل مع شعار هجن العاصفة. هذه رهان تسيطر على مقدمة الشوط الواثق حمد بن راشد بن غدير. يقدم رهان، ياتي برهان، ينطلق هناك من يراهن على انتزاع الفوز وناموس مع شعار هجن العاصفة. هذه تنفرد في الأمتار الأخيرة، تنطلق مستعدة حاضرة للموسم، لانطلاقات هذا الموسم لجماهير هجن العاصفة. تصل مشاهدينا الأعزاء بحفظ الله ورعايته. رهان تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز رهان وفوز هجن العاصفة. شكرا للواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني، هل يمشي لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان المركز الثالث، وصلت في مذيار من هجن الرياس المركز الرابع. الحذرة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم المركز الخامس، الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا الخمس المراكز الأولى في هذا الانطلاق والاندفاع. رهان مشاهدينا الأعزاء من حققت هذا الفوز وهذا الأداء الجميل. تهانينا لهجن العاصفة. توقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير بينما وصلت في المركز الثاني. ثانية المراكز انطلقت هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. اليمشى في توقيت زمني مشاهدينا الأعزاء، قدمت اليمشى 12 دقيقة و58 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، تهانينا أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي بينما وصلت في المركز الثالث من ذيار، قدمت توقيت زمني 12 دقيقة 59 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لعيسى.